أما هلأ مشاهدينا وصلنا لمحطتنا الأخيرة بعالم الغذاء. تماما نور، محطتنا الأخيرة مثل ما ذكرتي رح نجول بعالم الغذاء يلي دايما بيقولوا أنه هو سر الوقاية والدواء، واليوم رح نتطرق أكثر على مع الأخصائية أخصائية التغذية إيفانا اليوسف لموضوع الأغذية اللي ممكن تساعدنا للوقاية من سرطان الثدي، ونتعرف أكثر على البرنامج الغذائي اللي لازم نعتمده يمكن مراحل العلاج الأولى. يسعد صباحك إيفانا. صباحك، كيفك؟ الحمد لله تمام، أنت كيفك؟ تمام. يسعد صباحك. صباحك. بالبداية قبل ما نحكي عن أهمية الغذاء والوقاية من مرض سرطان الثدي، خليني نعطي يمكن لمحة تعريفية عن مرض سرطان الثدي. هلأ سرطان الثدي نحن بكل جسم بيكون عندك انقسامات للخلايا بشكل طبيعي وسرعتها بتكون طبيعية، فجأة بتلاقي الانقسامات بتزيد سرعتها فتتحول الخلايا الطبيعية اللي ما فيها شيء لخلايا سرطانية. طبعا هلأ السبب ما معروف انه ليش الخلايا الطبيعية تحولت لسرطانية. بتصير هذه الانقسامات، بصير عندك أورام تتشكل بالنسيج الشحمي تبع الثدي ومنه بتنتقل للغدد اللمفاوية. هل أكثر شيء بينصاب بالثدي هي غدة إنتاج الحليب. هاي الغدة بتصير عندك الورم، وممكن وقتها تلاقي أكيد بفصوص الثدي كمان ممكن يتشكل عندك هذا الشيء. هلا شلون بتبين انه احنا ممكن يكون عندنا كانسر او مثلا يكون في عندنا ورم؟ اول شيء بيبين عندك انه بيطلع سائل ابيض مع شوي من الدم، الحلمه بتتراجع، الجلد بيطلع احمرار بيصير مثل قشر البرتقانه، وحجم الصدر بيصغر وشكله كله بيتغير. إيفانا اكيد في بعض الاغذيه اللي بتساعدنا للوقايه من الاصابه بسرطان الثدي. هلا اول شيء في شيء بنقول له نحن حتى نقي حالنا بنغير نمط حياتنا كله بالكامل. في غير كمان الاغذيه، مثلا عندك الكحول والمشروبات نحن لازم نبتعد عنها ونوقفها. في عندك انه نحن دائما لازم نمارس رياضه، مثلا في عندك انه نحن نكتر زيت الزيتون باكلنا، نبتعد عن اكل الجاهز، نبتعد عن اكل الدسم لانه هذا بيغذي الخلايا السرطانيه اذا نحن قابلين انه نصاب. كتر الاكل اللي فيه الياف كخضار وفواكه. مثلا عندك الكانسر، الشخص اللي معه كانسر او شو ما يصاب بالكانسر بده يبتعد عن اللحوم الحمراء، بده يبتعد عن المرتديلات، عن المخللات. مثل ما قلت خضار وفواكه بدنا نكتر، البان واجبان اكيد بدنا نكتر بس بنفضل اللي هي بتكون قليله الدسم. الشغلات اللي ممكن مثلا المقالي البروتين لما بينقلب ممكن يتشكل عندنا ماده لما بتعرض لدرجه حراره عاليه، يتشكل ماده بتصير عندنا نحن انه اذا اشخاص قابلين انه يصابوا للكانسر او عم يتعالجوا بالكانسر بتاذيهم. طيب إيفانا خلينا نحكي عن اهميه يمكن البرنامج الغذائي خلال فتره العلاج او ما بعد العلاج، خلينا نبلش بمرحله العلاج، قديش بيلعب دور نوعا ما النظام الغذائي؟ إذا كان متوازن ومتكامل هذا الشيء رح يقوي الجهاز المناعي، رح يحاول أول شيء بنقص لك كمان من أنه يتشكل انقسامات جديدة وبصير عندنا خلايا سرطانية، وبنفس الوقت بيمنع الالتهابات. كثير مهم الأشخاص اللي بيكونوا عم يعملوا معهم كانسر عم تعالجوا علاج سواء كيماوي أو أشعة ما ياخذوا الفيتامينات، لأنه الفيتامينات وقتها بتتعامل كمضادات أكسدة رح تأثر على العلاج تبع الكانسر. كثير مهم هن انه يشربوا مي، ياكلوا الخضار الفواكه، يبتعدوا عن الاكل اللي ما فيه الياف، يخففوا كثير مثل ما قلت مثلا بفتره العلاج، او ما بنفضل انه يتناولوا اللحم المقلي المشوي اللحوم كلها بشكل عام، وبنفس الوقت يتناولوا الاكل السمك مع مسموح، البقوليات فيهم يتناولوها. يعني هلا غذاء متوازن يعني خمس مصادر، الخضار والفواكه دون ما بفضل انه ياخذوه يخففوا، بس زيت الزيتون لانه فيه مضادات اكسده عاليه، واللحم بنفضل انه نحن اللحم الابيض اذا ولا بد بدهم ياخذوه لانه كمان يبتعدوا عن اللحم الابيض، والنشويات بدهم يتناولوها. نحن اكلنا غذاء متوازن، نحن دعمنا العلاج وكان معنا حتى انه ساعدنا العلاج انه يكون افضل. يعني دائما خلال يمكن فتره الاصابه بسرطان الثدي بتكثر اطلاعنا على مواضيع اللي بتتعلق بالانترنت، يعني هي الحميه الغذائيه مناسبه لسرطان الثدي لمرحله العلاج، وهذا الموضوع مناسب لمرحله العلاج، دائما بتتعلق الموضوع بالتغذيه، يعني مثلا بيقولوا لك القمح المبرعم، بيقولوا لك بذور الفواكه، بيقولوا انه القشره كمان قشر الفواكه انه مهمه كمان لهالمرحله، دائما بنلجأ
لمواقع الانترنت، ونبحث ايضا على بجوجل باليوتيوب على بعض المحميات الغذائيه. هلا هون قديش مهم التدخل لاخصائيه التغذيه ايضا بمراحل العلاج لحتى تخفف يمكن من الاضرار اللي ممكن الشخص يتناولها لحاله، والحميات الغذائيه اللي بيتبعها، وخاصه الاهل بيصيروا عندهم سمعوا من الجاره او سمعوا من القرايبين. قديش مهم هذا الموضوع؟ كثير مهم. ليش؟ لانه اصلا انك انت بدك تاخذ شغلات بجوز ما بتعرف الدراسات، ما بتعرف المرجع تبعك، ما بتعرف قديش ممكن ياذيك. مثل ما قلت مثلا الفيتامينات ما بصير تاخذها وانت عم تتعالج كانسر، لانه بصير في مضادات اكسده بتشتغل كمضادات اكسده بتاثر على العلاج الكيميائي تبعك. ممكن انك تقول اوكي رح اكل البيض، رح اكل اللحمه المشويه، اوكي ما رح اكل لحمه مقليه، رح اكل لحمه مشويه. لا غلط، لانه البروتين لما بتاكد لما البروتين بتحول او بتعرض للحراره رح يصير مؤذي. انك تبتعد مثلا اوكي القشر، نحن ليش مفيد بالنسبه للفواكه والخضار بعد ما نغسله؟ لانه بتكون في مضادات اكسده وفيتامينات والمعادن موجوده بخزم، يعني بيسخم سوري يعني اكثر. فهذا الشيء نحن بحاجته. بذور الفواكه، بذور الفواكه، عندك بذر الكتان هو من اخر الدراسات كثير كان عنه كوقايه اصلا لواحد ينصاب الكانسر، وبنفس الوقت انه بيأثر انه بيعالج لك يا بذور العنب فيه مضادات اكسده عاليه كثير، والعنب حتى. فنحن حتى مشان هيك انا بقول لهم كثير كثروا فواكه وخضار، لانه هنا بحاجه لمصادر الغذائيه. فكثير غلط انه نحن نشوف النت نسمع الجاره في ناس بس منتشره بشكل كثير كبير. يعني بتلاقي مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات نازله على اليوتيوب انه في مثلا دواء عشبي او ماده معينه هي بتساهم بتخفيف يمكن الكتله السرطانيه او بتساعد بالعلاج، ويمكن الغريق بتعش يعني بيقولوا بيتمسك بقشه. فبتلاقي فعلا الناس لعب على تفاصيل عاطفية، بتلاقيهم فعلا بيحاولوا من خلال هي المواقع يتواصلوا. في أحيانا بيصير عمليات نصب ومبالغ كبيرة مع كثير من الأشخاص بتدعي أنه عندها فعلا الدواء الشافي لهيدا المرض. هذا الغلط هون، يا بده يكون هو واعي، يعني حصلنا ب 2018 المفروض يعرف انه هذا غلط، يا انه مثلا اوكي انت بدك نصدق هذا الشيء رجع لدكتورك المختص، يا بيقول لك ايه يا بيقول لك لا، ابحث اكثر، ما تصدق كل شيء عم بتشوفه، لانه انا بضمن كل شيء عم يشوفوه غلط، في دكاتره مسؤولين، في اخصائيين تغذيه مسؤولين، هنن هذا هنن مرجعون، يعني الا اذا كانت مثلا ممكن مثلا صفحه طبيه على او موقع طبي وفي مراجع موجود اسماء الدكاتره وموجود الدراسات، وقتها بقول لك اوكي. اما الفيديوهات ولا الدايت على النت ولا حدا قال لك فهي كلها خطا. ايفانا نرجع نذكر باهم الاغذيه لازم المصابي سرطان الثدي يتناولها ويركز عليها، ويمكن في اشياء بتزيد بهالمرحله بمرحله العلاج التركيز عليها. هلا كثير مهم نبلش انه الكحول، اذا الكحول هو يوقف الكحول وما يشربه ابدا، اذا بيدخن يوقف الدخان، هاي ما بتعتبر كغذائيه بتعتبر كلايف ستايل. اذا ما بيلعب رياضه لازم يلعب رياضه، يكثر مي، ياخذ بذور الكتان، يحول الدهون تبعته لزيت زيتون، فواكه والخضار يكثرها كثير، ياكل الغذاء اللي فيه الياف، يبتعد عن الغذاء القليل الالياف، يبتعد عن المقالي، يبتعد عن الفاست فود، عن الوجبات السريعه، الاكلات اللي فيها دهون وسعرات حراريه عاليه. هذا الشيء ممكن نحن وقتها نقي حالنا او نساعد العلاج تبعنا. كمان في شغله ما لها علاقه بالعلاج، علاقه باللايف ستايل تبعه، اللي بتعد عن المبيدات الحشريه ممكن يصاب فيها الكانسر. كمان بنفس الوقت انه الادويه اللي بياخذها بتكون فيها هرمونيه وطويله الامد، لازم يوقف ما ياخذها او انه يستشير طبيبه او تحت اختصاصي، لانه ممكن تاثر على الهرمونات. حتى وزنه لازم يضبط الوزن تبعه، اذا كان زياد عنده زياده وزن ينزل، اصلا انه كثير بتاثر على الكانسر خصوصا عند كانسر ثدي المراه. وبنفس الوقت اذا هو اوكي جسمه طبيعي عليه بالرياضه. احنا عم نحكي عن النظام الغذائي يمكن خلال فتره العلاج، وبشكل عام اساسا النظام الغذائي الصحي للبني ادم السليم هو جزء كثير مهم. بعد مرحله العلاج كمان يستمر بهيدا النظام الغذائي؟ أكيد. لانه في كثير ناس بتقول لك بعد ما شفيت وتعافيت بدي ارجع على حياتي الطبيعيه، بدي اكل اللي بدي اياه، بدي ارجع مارس حياتي مثل ما كانت. هذا غلط، لانه ممكن هو بيكون شخص ضعيف وقابل يصير عندنا كانسر باماكن ثانيه وانقسامات ثانيه اذا رجع اللايف ستايل تبعه الاول اللي هي الحياة كلها الغلط بدون رياضة، الأكل الجاهز. حتى نسينا كثير شغلة مهمة، السكر والملح. الخلية السرطانية بتتغذى على السكر والملح،
لازم ابدا الشخص يقطعي من الشغلات اللي لازم يقطعها خلال العلاج وخلال الاصابه وبعد العلاج. كمان الشخص المصاب بسرطان مهم كثير تناول الاغذيه، هي ترفع عنده المناعه، مناعه الجسم لانه بتضعف من خلال تعرضه للدواء الكيماوي. شو هي اهم الاغذيه اللي بتزيد عنده المناعه؟ بالمختصر المفيد هي الفواكه بكل انواعها والخضار بكل انواعها. نحن متى ما اصلا الجهاز المناعي متى ما قوي، حتى الالبان والحليب والاجبان نحن بحاجه لها، بس يا بدها تكون طبيعيه يا بدها تكون قليله الدسم، مو يعني كامل الدسم، لانه نحن بنخاف الشخص انه هي ودائما الخليه السرطانيه كل شيء فيه دسم وفيه سعرات حراريه بتتغذى عليه. طيب بالختام خلينا نوجه يمكن نصائح عامة لكل اللي عم يشاهدونا ويمكن لكل المرضى يمكن المصابين، قديش فعلا الاهتمام بالنظام الغذائي لأهلهم للمجتمع المحيط هو نقطة كتير مهمة، وأكيد نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى. أكيد هلأ كتير المهم أنه أول شيء المرأة تحب حالها، لا تخافي من شيء، كل ما نحن كشفنا المرض على بكير في عندك الأدوية بتكون متاحة أكثر، طريقة العلاج بتكون أكثر كمان متاحة، ونسبة الشفاء بدون عملية كمان بتكون أكبر. كثير مهم نحن نغير كل اللايف ستايل تبعنا، إذا نحن عم نعمل شغلات غلط، لازم نلعب رياضة، لازم ناكل فواكه الخضار، لازم نوقف السعرات الحرارية العالية بالأكل، نستبدل الدهون بالدهون مثلا زيت الزيتون مثل ما قلت. كثير كمان مهم إنه نحن إذا كان عندنا زيادة وزن ننزل، لأنه عندنا هرمون الليبتون بيأثر، هرمون الاستروجين ممكن يسرع بالانقسامات، بصير عندك مقاومه انسولين لما بكون في عندك زياده وزن، لازم تنزل وزن المراه، بصير عندنا نحن لانه اذا ما نزلت وزنها رح تكون كثير معرضه لانه هي تنصاب بالكانسر. ايفانا اليوسف شكرا كثير للمعلومات اليوم طرحتيها ضمن صباحنا، ونتمنى الغذاء السليم لكل الاشخاص ان كانوا مصابين باي امراض اما سليمين. شكرا كثير لك، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. نشكرك اكيد اخصائيه التغذيه ايفانا اليوسف على وجودك معنا.